رفيق اللي ليوكد مجي فز قايم لو اجيهم راكي الحاكم حلف لي عن محله. هذه تراها صارت، لكن صارت ما هو برفيق مع رفيق، صارت مع شخص اول مره يقابل هالشخص وقت صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز الله يرحمه ويغفر له، كان بالوزاره وكان عنده تقريبا اجتماع مصغر، فدخل عليهم الشيخ متعب ابن محروت ابن هذا، كانت الاماكن كلها مليانه، لكن من ضمن اللي كانوا موجودين في المجلس مع الشيخ ماجد ابن عبد العزيز الدويش الله يرحمه. لاحظ الموقف ولاحظ ان الامير سلطان بن عبد العزيز رحب بهذا الرجل ترحيب حار، وباللحظه هذه قام الدويش ومسك يد ابن هذال وحلف له انه يجلس في محله. فقال ابن هذال انت من انت؟ قال انا واحد من المسلمين. طبعا الموقف هذا كله صار قدام الامير سلطان بن عبد العزيز، وشوف اللي حصل. فقال الامير سلطان هذا ماجد بن عبد العزيز الدويش. قالوا نعم، اشهر من نار على علم، هذا كرتي. وبعد السالفه تقريبا هذه 3 سنوات